منظمة نحن نوصي ونقول بأن عندما تكون ظاهرة أفضل، لأن سرعة كشف الخلل والمشكل في هذه الأنابيب وحتى في أسرع. أجهزة فيها يكون أسرع وأفضل، لأنه عند تسرب الغاز في داخل البريك أو داخل جدار. الجدار داخل المنزل، يمكن أن يكون هناك فويت في جهة أخرى في الجدار يؤدي لتسرب الغاز من مكان إلى مكان، ولا نشعر به ولا نفيقش به كامل حتى تصير الكارثة. فمن الأفضل أن يكون خارجي وظاهر العين. دكتور أحمد، فقط قلت لنا من الأفضل، ولكن لما تكون غير مرئية، لأنه في مثلا يعني مواطنين يشاهدوا فينا خلاص خدم المنزل تاعه ويقول لك بالك ما نعاودش نخدم، هل تشكل خطورة حقا؟ بطبيعة الحال يعني لازم تكون مرئية. بطبيعة الحال تشكل خطورة، لأنه لا نتكلم فقط عن حالة الاختناق، بل نتكلم على حالات انفجار بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون عندما يتركز داخل الجدار أو في وصول شرارة معينة إلى هذا الغاز، يؤدي إلى حالات انفجار، وبالتالي يعني هو يبحث عن الجمالية، ويمكن هذه الجمالية تنتهي في لحظة بسبب وجود هذه الأنابيب داخل الجدران.